الله، دي الملاجئ اتغيرت خالص عن زمان. ما احنا قاعدين اهو اكل وشرب ونوم وامان بعيد عن رجاله السحاوي. انا بقول نفضل قاعدين هنا لحد ما نكبر ونخرج. تصدقت نفسك ان انت نوغه يالا؟ وبعدين باصص للايتام في ملجأهم؟ ولا تعبش قلبي، طلع الخريطه. خريطه ايه؟ مش معايا طبعا. امال مع مين؟ هو انتوا مش اتفتشتوا معايا في الامانات؟ فطبعا سبت الخريطه في الامانات. وهخبيها ليه واحنا عاملين حاجه غلط؟ عاملين حاجه غلط. احنا بنسرق يا سيد، محدش بلغك بالقصه دي ولا ايه؟ يا جماعه هم في الامانات قالوا لي طلع اللي في جيبك، وانا متربي ان انا مستحيل اخون الامانات. لا بص، بس عشان ما تخلطش المواضيع كلها مع بعض، اولا اسمها اخون الامانه لان الامانه دي حاجه رمزيه مش ممسوكه في ايدينا، ثانيا الامانات دي دواليب فما ينفعش تتخان. انت كده بقى بتفتي يا فخر، لان الامانات دي حاجه اكبر بكتير من الامانه، فلو خنتها هتبقى مشكله كبيره. بقول لك ايه، انت غبائك ده ضيعنا من اول الرحله، مبوظ كل حاجه وملبسني سالوبيت ومعدي وسط دار الايتام دي. ولا اطلع من الخريطه يا بس الاطفال بتبص علينا، الله يخرب بيتك. ما حدش معاه شبعه كفته؟ بقول لكم ايه، احنا النهارده بالليل بعد ما الاطفال ما تنام نروح ونسرق الخريطه. ماشي ماشي يا تكتكه. ماشي، هروح اجيب كفته واجي. عمو ممكن كفته؟ لا عيلتي خمسه. خمسه في وجه جديد هنا يا رجاله ولا ايه؟ ايه الحلو المنقط ده؟ ما تيجي بعد الغدا افسحك في سينما الاطفال. على فكره انت نوتي، وهقول لدادا حليمه. ماشي، عايزه كفته. ايه ده؟ ايه ده يا سيد؟ يا حاج يا سيد. كانيش خرم، ما اقول لك كانيش. قوم يلا انت اهو يا بقول لك ايه يا زميلي، الحته دي تخص يابا. وانت تخص مين يابا؟ انا اخص نفسي ورجلي شايلاني. ادام انت حلو وبتلون في الكلام كده، هو الحلوين جايين في ايه؟ احنا جايين في تاكسي. ده انت عسل بقى وبتشكل في الكلام. لا والله انا مش بشكل في الكلام ولا حاجه، احنا فعلا جايين في تاكسي. حتى اسال فخر. عبيط يالا، ده واقف يعاكس مراتك، بترد عليه ازاي؟ انت مالك بقى في ايه؟ البامبلز اتملى فمقليفك؟ عايزه نخيل لك البامبلز يا بابا؟ بابا في البيت يا سكر، وبلاش تعمل كده مع ربيع السالك عشان هيوديك في المهالك. السالك؟ طب اسلك لها يالا بقى. لا 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 فخر، ما يصحش تكلم طفل زي ده بالالفاظ السخيه دي. بس يالا هتي يالا. هتي كده خلصت يا فخر. بس دي بس ما تطفاش يا فخر. ما تخافش هولع منها. علا مين ده اللي هاتي يالا؟ يا نهار اسود يا الحق. لا 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 انا عندي شكلها مجرمه قوي يا ريتاج. لا 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 ماليش دعوه، انا قصدي مجرم. انا نفسي اعيش، انا عايز اعيش. يلا ريتاش ريتاش ريتاش. ايوه ايوه تعالي. يلا يلا شوي. ايه ده، هو بيعمل ايه؟ مش عارف. عبيط ده ولا ايه؟ انت يا ابني، انت يا ابني، انت انت بتعمل كده ليه؟ بتسلل. مش احنا داخلين نسرق؟ داخلين نسرق، ما احنا ماشيين عادي اهو. سبحان الله، انا وفخر بس اللي شكلنا اطفال. امال انا شكلي ايه؟ شكلك طباخ. انا البتاعه دي فعلا خانقاني، انا هقلعها. لا اوعى، لو قلعتها هنتكشف. اهي يا فندم. ايوه كله تمام، كله تمام وزي الفل يا فندم. بس هو ايه اللي زي الفل حضرتك تقصد ايه؟ المسرحيه؟ المسرحيه تمام. يا نهار اسوح، وده اللي جابه هنا دلوقتي؟ دي مصيبه، هنعدي منه ازاي؟ حاجه جديده من تاليفي انا الخاص. مواهب مدفونه يا فندم، حضرتك ما تعرفش عنها حاجه. اسمها رايه وسكينه. بتحكي عن 7 اقزام وبتجي لهم الاميره تاخد تفاحه من الساحره الشريره وبعدين تنام. معروفه؟ معروفه ازاي يا فندم؟ انا لسه بألف فيها. لا ده
ده اكيد توارد خواطر مش اكتر يعني. ده حتى انا بفكر اعمل فيها حاجه جديده، بس خايف يعني الجمهور ما يستوعبهاش. بفكر اعمل فيها مرايه بتتكلم. ايه؟ موجوده في المسرحيه؟ ازاي يا فندم؟ انا لسه بفكر فيها. انا عندي فكره، انا هخش الهي لحد ما تجيبوا الخريطه. ماشي ماشي، خش يا تكتك. طب مين بقى اللي مالفها؟ ديزني؟ معرفوش. لا ده اكيد سرقها مني. منين ده؟ اكيد ده اكيد اكيد من عيله كبيره ولا من الاقاليم. ها طب مع السلامه يا فندم. مع السلامه. ساد يا فندم، ساد يا بابا. مالك يا حبيبتي؟ ساد ليه؟ عمو عمو عم ايه؟ شفت انا تايهه ازاي؟ تايهه ازاي؟ انا هقول لك، شفت البريه؟ ها؟ كانت وياه، اديتها لصاحبي، قال لي هرجعها، خدها وضيعها، وانا قلت لبابا. طب بابا فين؟ بابا مات. لا 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 لا، ما تعيطيش، قطعتي قلبي. انت العنبر بتاعك فين اوصلك؟ برضه كان هناك كده. هناك؟ طب لو مش متاكده ابعت لي. يخرب بيتك، يخرب بيتك، ايه اللي انت عملته ده؟ عشان نعرف نعدي. نعرف نعدي ايه؟ ما احنا كنا عدينا، انت اللي رجعتنا. لا اله الا الله، ده نفسي يا ابني، قتلت نفسي كده. اتاكد النغمة عليه. مش عارف. مش عارف؟ وريني كده. اقول لكم ايه؟ انا مش عايز وش، خلاص انتوا ورطتونا. يلا بينا. يلا. يخرب بيتك، يخرب بيتك. ما شفتهاش. ايه دي؟ اطول من المبنى. خلاص. انت حطيت البتاع دي في انهي دولاب؟ بصوا عشان ما تتعبوش نفسكم في التدوير بقى. هي مش هتخرج عن السبعين صندوق دول. نهار اسود. طب خلاص، احنا لازم ندور في كل اللوكرز. بقول لك ايه؟ هتيجي هنا تتكلمي لي انجليزي وتعملي اسكان، انت وجوزك اطلعوا بره. انا هفتح كل الدواليب دي. ما هو دواليب يعني لوكرز. مش لوكر ده بسكوت؟ انا اسف. طب يلا. افتحوا بالاتنين. ماشي. عشان نلاقيها بسرعة. اهي. اهي. الخريطة اهي. الله. تسلم ايدك يا ريتاج. طب يلا بسرعة. يلا يلا. أنا مش فاهم أي حاجة من الخريطة دي. بس تهيألي كده الأوضة هتبقى رابع أوضة على إيدينا اليمين لو داخلين من هنا. بص كده يا فخر. يا عم انا هفهم ايه بالخريطه دي؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه نسال حد من العيله اللي بيباتوا هنا. امسك دار الخريطه دي. اسال البورصه اللي نايم هناك ده. احلى مسا عليك يا زميلي. اعوذ بالله من غضب الله. اؤمر. هو انت؟ لا يا ابو خلاص، انت مش صافي، ارجع نام. خلاص يا عم، صافي انا ابدا. ماشي. كنا عايزين نسالك سؤال كده يا ابو الصحاب. هي الاوضه الرابعه من هنا على اليمين فيها ايه؟ دي غرفه الطفل الطموح. غرفه ايه؟ الطفل الطموح. وايه قصتها دي يابا؟ انا ما اعرفش عنها اي حاجه. انا كل اللي اعرفه انه ما بيدخلهاش غير اللي مرضي عنه، وانا مش مرضي عني. طبعا. ماشي، متشكرين يا ابو الصحاب، ارجع نام. شكرا يا ابو. الطفل ده مع انه يتيم بس ما بيصعبش عليا خالص. الواد رهيب. المهم ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ مش قلت لك لما تعوز تعمل حاجه تاني تخش الحمام؟ اخش الحمام ليه وانا لابس بامبرز؟ ايه ده؟ وانت بتعمل في البامبرز؟ امال لابسه ليه؟ طب بتغيره؟ هو بيتغير؟ امال بيتفول بس؟ هتستخدم البامبرز اغيره، تمام؟ قوم يلا نام على سيك، مش ناقص اعرف. طب ممكن تغير لي الاول؟ غير لك ايه اذا كان انا بغيره لنفسي؟ قوم 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 قوم. يعني ايه؟ يعني ايه يعني الامانات تتسرق يا حليمه؟ يعني ايه؟ لا ايه اللي اتسرق بالظبط يا حليمه؟ ولا حاجه يا فندم، الامانات اصلا ما فيهاش حاجه تتسرق، كل اللي فيها شويه بزازات، شويه بترونات. لا دي عمليه تخريب، عمليه تخريب ممنهجه وانا اللي مقصود بيها.
سهوني امبارح، امبارح سهوني ضربوني بحاجة على دماغي، غبت عن الوعي ونمت. حلمت حلم جميل ان انا بتمشى وفي بنت جميله بتغني لابسه فستان ابيض كده. يا فندم. ايوه اسمعي، اللي حصل ده ما يتسكتش عليه، اللي حصل ده انا اللي مقصود بيه، عشان لما يجي صاحب الدار بكره يقول لي يا فاشل يلي رميتك من الشوارع. انا فاشل يا حليمه؟ لا انا مش فاشل يا حليمه، انا مش فاشل. انت ما تعرفيش حاجه، ما تعرفيش بيقول لي ايه كل مره بيهزقني فيها. ما تقلقش يا فندم، انا اوعد حضرتك ان انا هبذل قصارى جهدي ان انا اعرف مين اللي عمل كده. المجرم لازم ينال جزاؤه. انا عايز كل حاجه ترجع زي ما كانت قبل الزياره بتاعت بكره. ها رصي كل حاجه في الدواليب، وبعدين تمسحي البصمات وترصي معطر جو عشان ريحه العرق بتبقى وحشه قوي هناك. انا عايز المسرحيه تنجح يا حليمه، المسرحيه بتاعت الاولاد لازم تنجح. بس اهلا اهلا بالحلوين، اهلا اهلا بالطعمين، كله يجمع عندي هنا بسرعه. الناصح او الناصحه اللي ارتكب الجريمه التخريبيه بتاعت امبارح دي، لو فاكر انه هيقدر يفلت من العقاب يبقى واهم. انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم ان انا قربت جدا اني اوصل له، وساعتها مش هرحمه. طبعا هو حد جديد معانا هنا، لانه لو حد قديم اكيد كان هيبقى عارف مين حليمه، فما كانش هيعرف يعمل كده. الناس القديمه تقدر تتفضل، الناس الجديده تستنى معانا هنا. خدوا هنا. انتوا هتستعبطوا؟ حضرتك احنا قدام، احنا هنا من امبارح. انت خايف ليه يا حبيبي؟ هو انت عملت حاجه غلط؟ لا احنا عايز حاجه غلط، حتى اسالي اي حد هنا في الملجا احنا مش بنعمل حاجه دلوقتي. صح، احنا ممكن نكون يا ست هانم فقراء واطفال شوارع، بس عندنا شرف بنكسبها من عرق جبالنا، وعمرنا ما نعمل حاجه نوتي ابدا. وانا ما قلتش ان انتوا عملتوا حاجه نوتي. هو انتوا عملتوا حاجه نوتي؟ انا بس بقول ان لو ليكوا اي علاقه باللي حصل امبارح ده، من الاحسن ان انتوا تعترفوا، ساعتها هيكون عقابكوا اهون بكتير قوي. هو احنا لو اعترفنا هتودينا غرفه الطفل الطموح؟ شوفي بقى يا جميله، احنا عندنا هنا مكانين، المكان الاولاني بتاع اللي بيعمل حاجه نوتي وساعتها بيروح اوضه الفيران، اما بقى الطفل الشطور الامور الجميل لما بيعمل حاجه حلوه بنوديه غرفه الطفل الطموح. طب يلا بقى ودينا غرفه الطفل الطموح. لا استنى، مش بسهوله كده، لازم تعملوا حاجه حلوه. اقول لكم اشتركوا في المسرحيه وخليكوا شطورين وينجحوا وخدوا بيها المركز الاول، وساعتها هوديكوا غرفة الطفل الطموح. أما بقى لو خسرتوا فأنتوا عارفين هتروحوا فين. الملكة شهقت وقالت يا نهار مش فايت، أنا لازم أأذي وأموت سنوايت. جت الملكة سميرة بعد فترة كبيرة، وحولت نفسها لساحرة شريرة، وراحت عند العطار جابت قرنين شطة واتنين كيلو خيار، وسقطتهم في الحلة وعلت عليها النار، علت عليها النار، علت عليها النار. ازيك يا شجرة يا شجورة؟ عايزة ايه مني يا ساحرة يا شريرة؟ حد الله ما بيني وما بينك. عايزاكي في مصلحة. لو مصلحة شمال مش هقدر اعملها. لا يا حبيبتي، مصلحة شمال وهتنفذيها، وإلا هقدم الكمبيالات اللي معايا بكرة الصبح في القسم. لا أرجوكي بلاش كمبيالات. مش قصتي، على قصتي ان طلباتي واوامري يتنفذوا. اسمعيني كويس، انت هتاخدي التفاحه الحمراء الجميله المسمومه دي وتعلقيها على فرع من فروعك، عشان لما تعدي بنت جميله اسمها سنو وايت
تقطم منها تموت في الحال. سمعان يا شجورة، خدي التفاحة. ايوه بس دي انا اعلقها ازاي؟ امسكيها في ايدك، امسكيها. انا هستخبى وراكي عشان الاميرة سنو وايت ما تشوفني. بيبي شارك دودودودودو، بيبي شارك دودودودودو، بيبي شارك دودودودودو، بيبي شارك. مامي شارك دودودودودو، مامي شارك دودودودودو، مامي شارك دودودودودو، مامي شارك. Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark. سيبوني بقى ألعب في الحديقة شوية وأجيلكوا على البيت. باي باي باي. انت مين؟ أنا الساحرة. هو في ساحرة بشنب؟ ما أنا الساحرة الشنيبة. طب وانت عايزة مني ايه؟ أنا جاي أقوم أقدم لك عرض النهاردة. عرض ايه؟ عرض معجون السنان السحري. معجون ممكن تخسري بيه سنانك، تخسري بيه الحيطة، تخسري بيه الأرض. ومش بس كده، المعجون ده سحري، عارفة ليه؟ ليه؟ عشان معجون بمية العفاريت. لا لا أنا مش عايزة المعجون. يبقى العرض ده مرفوض. العرض التاني عرض الفيليه. فيليه؟ فيليه سمك؟ لا، فيليه الشراب. الشراب ده ممكن تلبسيه في رجلك، ممكن تلبسيه في دماغك لو بتعملي أي حاجة غلط وشمال. لا لا مش عايزة الفيليه. يبقى العرض التالت، وده مستحيل ترفضيه، عرض المقوار والبطاطساية. المقوار ده يقشر البطاطس ويعور أي نوع من البطاطس ويحشى أي نوع من البطاطس بكوسة ولحمة وبطاطس. الله، أنا هاخد المقوار. المقوار ده يا ست هانم في كل حتة بخمسين جنيه، وإحنا عشان عندنا ذمة وضمير بنبيعه بخمسة وخمسين جنيه بس. ماشي، أنا هاخد المقوار. المقوار جايزة الشطار. وكمان عشان خدت المقوار تقدري تقطفي التفاحة الحمراء الجميلة دي. تفاحة؟ أيوة تفاحة؟ ياه الله، ايه ده؟ ايه ده؟ انا دايخة. وبكده راحت الأميرة في النوم، ومنه مش هتقوم حتى لو دبحوا لها كل بط الفيوم. راحت في النوم ومش هتقوم إلا لو جه حد وغنى لها أغنية، بس المهم صوته يكون مليان حنية. وفي يوم ومن مكان بعيد جه أمير على حصان سرجو حديد، أمير شديد، اسمه الأمير عيد. أمير في بلاد غريبة. تعالوا تعالوا يا حلوين، خليكم مغمضين، اوعوا تفتحوا خالص خالص، اوعوا تفتحوا يا حلوين، اوعوا تفتحوا خالص خالص، اوعوا تفتحوا يا حلوين، فتحوا. الله، هي دي غرفة الطفل الطموح؟ أيوة، هي دي غرفة الطفل الطموح. هتلاقوا بقى فيها ألعاب وبلاي ستيشن وإكس بوكس ويو إس بي وفوكس مولدر وكل حاجة حلوة. وده بقى مقام سيدي البوكيمون؟ لا، ده غالباً الطفل الطموح بيتدفن هنا. لا يا حبايبي، ده النصب التذكاري بتاع الراجل اللي بنى الدار دي. انتوا قتلتوه دفنتوه هنا؟ لا، الراجل لقى الفلوس اللي بنى بيها الدار هنا. لقى هنا مليون دولار؟ انت عرفت منين ان هم مليون دولار؟ لا، اي حد يعني بيلاقي مبلغ عادة بيلاقي مليون دولار، هيلاقي كام يعني؟ لازم تيجي عندنا وكده. المهم بقى، الراجل بعد ما لقى الفلوس هنا بنى بنصها الدار دي. اما بقى النص التاني بنى بيه دار تانية في شبين، هيفتتحوها بكرة. دار في شبين؟ على فكرة دار ايتام في شبين ده يشتغل كويس جدا. تعبيط يا ابني، تشتغل كويس ايه؟ احنا فاتحين مطعم
وانت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتتكلم عادي كده ازاي؟ ايوه بتكلم عادي، وعلى فكره اغنيتك رخمه. اغنيتي رخمه؟ انا يا ابني الله يسامحك. امشي بس يا عم، لا لا اطلعي بره وجاي. تضربني بالطوبه، تضربني بالطوبه، اطلعي بره يا فخر. اسكت بدل ما بلقها لك بالطول كده. اسكت، انزلوا دوروا معاها على الفلوس. ما انزلوا فين؟ انزلوا هنلاقيها. يلا يلا يا حلوين، الفلوس متجكنين. يلا يلا.